السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن اللونج يو. كلنا عارفين طبعا ان اللونج يو حرف صعب جدا وحرف رخم، فاحنا هنحاول نسهله النهارده. حرف اليو، اللونج يو ليه صوتين اتنين، ليه صوت اليو وليه صوت الاو. حد هيقول لي هميز ازاي؟ هقول لك لا، مش هتميز ازاي، هي من كتر التكرار هتعرف تميزها. لكن عشان بس نبقى فاهمين، امتى ننطق يو امتى ننطق او؟ في حالات متشابهه طبعا، بس ديت مش هنعتبرها ان هي ليها قاعده، هي ملهاش قاعده ثابته، تمام. فهنا اللونج يو، هنا عندنا اليو لوحدها، واللي اول حاله من حالاتها يو ويو اي، اي يو، اي دبليو، يو في النص، اي في الاخر، تمام. يو زي كلمه ميوزك، موسيقى، ميو يو، قلت على يو يو. زي هنا كلمه يونيفورم، يونيفورم. هنا يونيفورم اللي ممكن اقول لك ليها قاعده، ان اليو ممكن حرف اليو اقول عليه يو في الاول، لو في اول الكلمه حرف اليو، لو جه في اول الكلمه ازاي اعرف ان هو يو ولا اه؟ اعرف ان هو يو، ابص لتالت حرف، لو لقيته حرف متحرك في الحاله دي اقول عليه ايه؟ اقول عليه يو، لو لقيته حرف ساكن اقول عليه اه. طبعا وهتلاقي حاجات تخرج عن القاعده، تمام؟ بس بسيطه. كيوب، كيوب، مكعب، ريسكيو، ينقذ، اليو اي جنب بعض قلت عليها يو، ريسكيو. هنا يورو، الاي يو جنب بعض قلت عليها يو، يورو. هنا في يو، الاي دبليو برضو هنا قلت عليها يو، في يو قليل. تاني حاله من حالات اللونج يو اللي هو صوتها او، صوتها او. اول حاله من حالات حرف اليو لوحده برضه زي كلمه روبي، 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 اللي هو ياقوت. اليو اي جنب بعض زي كلمه جلو، بلو، او، جلو، صمغ، بلو، او. لو خدت بالك من الصوت او، تمام، بلو، ازرق. يو في النص، ايه في الاخر زي كلمه فلوت، مزمار، لوت، عود. هنا الاي دبليو جنب بعض زي كلمه تشو، تشو، يمضغ، بلو، او، يمضغ. هنا ينفخ، هنا يمضغ وهنا ينفخ، تمام. اليو اي جنب بعض زي كلمه فروت، فروت، فاكهه، سوت، بدله. الاو الدبل او هنا مش لونج او، لا، الدبل او هنا لونج يو، صوتها نفس صوت اللونج يو. زي كلمة مود، او، او، مود، مزاج، مون، قمر. الاو يو هنا جنب بعض تدينا برضو صوت الاو، زي كلمة سوب، شوربة. يو، انت،